قلت لك قبل اللقاء، قلت لك احنا دائما ما نبحث عن، لان الكم الهائل اللي موجود في مصر من الشعراء وفي العراق وفي الاردن وفي فلسطين، نبحث عن قصيده مؤثره بالضبط. ما يهمني من يا بحر تنتمي، وزنها شنو، بيها زحاف ما بيها. كل هذه الامور تخليني اتساءل بان اليوم نقول بالعراق احنا عندنا شعب كامل يتقوى بشاعر، الشاعر يسجل ويوثق التاريخ من خلال قصائده. بالضبط. انت كتبت شيء للجيش المصري وخاصه للقائد منسي. منسي انا بحبه جدا ومتأثر بيه جدا، هو من عندنا، من ميناء القمح، من عندنا من الشرقيه. عشان كده لما كتبت القصيده دي كتبتها باللغه بتاعتنا. يعني انا لو لاحظت انا كتبت احنا عندنا من الشرقيه، لو انت تعرف الشرقيه. انا شرقويه. شرقويه، عارفه ميناء القمح طبعا بقى، وابو حماد والاماكن دي كلها. فانا كتبتها بلهجه بلدي، اللي هو بلدي بقى، البلدي اللي هو يعني طبعا انت عارفه ان لهجتنا قريبه شويه من الصعيد. سمعنا حتى نفهمها اللهجه بالضبط. اوكي، يا ريت اسمعك. طبعا دي كانت يعني ممكن يكون انا كنت وقت ما هو يعني استشهد ربنا يرحمه، انا كنت متاثر بالموضوع جدا، فكتبت له، كتبت حاجه بقى للناس اللي هي ماتت دي، وكانت بتقول انا بحاول اجسد مشهد. طبعا عارف انت الناس اللي توفوا، حضرتك اكيد عارفاهم، واكيد كلكم عارفين الناس اللي توفوا في رمضان في سيناء وقت الفطار. وقت الفطار، فانا واحد منهم طالع كده بيقول، بيكلم امه في التليفون، يقول لها ايه؟ ايوه يابا، بكره هرجع لك يا حاج افطر معاكي وونسك، وهجيب معايا بلح سناوي وكيسين عرقسوس، عارفك تحبي تكسر صيامك بلح زي النبي، وبترجعي وتشكي لي همك من صداع وجع الدروس. ايوه يما، ما تجلجيش ابنك بخير، باكل كتير، هو بس البرد يما والناموس، ادعي لي في اذان الفجر ينصرني ويثبت زمايلي، لاجل ما نجيب حق ناس ماتت وعاشت في النفوس. الشمس بتغيب سنه سنه وتتسحب، دخلوا العساكر يفطروا وسابوا السلاح، والرمل هايج على الهوا وقالوا انه خير، الريك حطب وما فيهش غير فصين بلح ورغيف كلح مكملش لسه وفي الطريق، طلق الرصاص هو اللي شج الريق، والواد فطر على اشهده ان لا اله غير اللي واقف ابتغاء ارضي، ويا ريت قام لما جاله الموت وقف مهربش مرحب فين مجيد، كان يوم فرح الدم سال نبت ريحان على طين رفح، يا ابن الوليه الطيبه، الوليه الطيبه، كان ابوك بيسقي الارض دمك، عارف ان الارض عرض، وان لما تموت عشان هالموت هنا كان حكمه فرد، وان سردك في الحكايه مكانه داين مش مدان، وان من قتلوك فران والروح تهون والدم ورد، وان افارولك شرب دمك وكان مبسوط ليلتها، وان قلب امك ساعتها وصوره امك ساعتها كان عليها سلام وبرد، وان اخواتك عشانك ماتوا برضه وحصلوك، وان ابنك كان يحبك من حكاوى امك وابوك، وان صورتك لسه سانده الحيطه في البيت زي ما انت، وان في 100,000 راجل جم مكانك يعرفوك، وان منسي ما كانش منسي، روح يا دفعه جنب اخوك لسه في الحيطه تاني، شهدة تاني وطلق تاني، وبكرة هدخل جيش بلدنا وبعده 100 راجل مكاني، والسلاح مكتوب علينا لحد ما انت تقول خلاص، وهيجي حقك أولاني 1,000 مرة و1,000 تاني، سينا لينا خلاص حفظت والدين سماحة، وهم لما شوف أمك حزينة هقول لها ابنك يا عمة مات أسد واقف مملش، وإن مين مات لأجل أرضه في الجنة حتف ما يتسألش. وعلي الله. 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 احنا نعمله تحية عسكرية ده. ايوه.